أيضا حتى قبل أن نختم، الطبيب عبد الله بن حميد الحارثي كان بارعا بعلل الإنسان وبالأدواء، فقد كان أكثر علاجه بالعقاقير، فقد عالج من بلي بقروح مؤذية في رأسه لفترة من الزمن، قروح موجودة في الرأس بسبع مركبات، لاحظوا عالج هذا من أصيب بقرحة الرأس أو بقرحة في الرأس، عالجه بسبع مركبات كلها حارة، ما عدا مركب واحد بارد، الحارة القرنفل والقرفة والزنجبيل، أما السابعة فكانت باردة وهو الشعير. فسئل لماذا اخترت هذه المركبات كلها حارة إلا واحدة باردة؟ ماذا قال؟ فقال الدواء في المركبات الحارة، أما السابع فليس فيه دواء، إنما يبرد هذه المركبات الحارة، يبردها فنعالج بها. فسبحان الله.